ومعنا هاتفيا من أربيل دكتور عبد الحكيم خسرو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين. مرحبا بك دكتور عبد الحكيم. إذا بعد تأكيد العبادي أن نفط كردستان لبغداد، خرج نجرفان بارزاني لينفي هذا الاتفاق مع العبادي على تسليم النفط لبغداد. إلى أين برأيك بعد هذا التجاذب في التصريحات، إلى أين تذهب الأزمة بين أربيل وبغداد؟ مساء الخير. طبعا المسألة لا يتعلق بالرد والرد المقابل من قبل رئيس حكومة أقليم كردستان. كان هناك تأكيد من الهيئة الإعلامية لرئاسة مجلس الوزراء العراقي حول ما يتعلق بكيفية التعامل مع حكومة أقليم كردستان، وهناك كليشة ثابتة لدى الهيئة الإعلامية والتي تقوم بإعادة تأكيد هذا الأمر في أي مقابلة أو في أي لقاء بين وفد من أقليم كردستان والحكومة الاتحادية والذي يتمثل بشروط الحكومة الاتحادية في التعامل مع أقليم كردستان في المستقبل. لكن ما جرى في دافوس لم يكن هو الحديث عن هذه النقاط والتفاصيل، لكن كان هناك جلسة ودية يتمثل بضرورة التفاهم وضرورة التحاور وضرورة التأكيد على استمرار عمل اللجان الفنية لحل الإشكاليات القائمة بين أقليم كردستان والحكومة الاتحادية وفقا للدستور. وبالتالي الخطأ الذي حدث إعلاميا حقيقة هو خطأ يتعلق بالمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء وليس لما يتعلق بالرد والرد المقابل بين الطرفين. ولكن سيروان بارزاني صرح أن الهدنة بين بغداد وأربيل هشة بسبب الميليشيات، هل تستخدم الميليشيات ورقة ضغط على أربيل في هذه المفاوضات؟ يعني بالتأكيد ما موجود في العراق و مدى سيطرة القائد العام للقوات المسلحة على الميليشيات الموجودة وعلى الفصائل المسلحة حقيقة لحد الآن يعني محل يعني في علامة استفهام من أقليم كردستان وحتى من التحالف الدولي حول مدى قدرة رئيس الحكومة الاتحادية في السيطرة على انفعالات وعلى تصرفات وحتى تحركات الميليشيات الموجودة في المناطق المواجهة بين أقليم كردستان والحكومة الاتحادية. لكن بصورة عامة ما هو موجود هناك إرادة دولية الآن، هذه الإرادة تتمثل بضرورة حل الإشكاليات بين حكومة أقليم كردستان والحكومة الاتحادية وخاصة فيما يتعلق بالمطارات والمنافذ الحدودية وأيضا رواتب موظفي أقليم كردستان قبل الذهاب نحو الانتخابات العامة، انتخابات البرلمان أو مجلس النواب العراقي في الشهر الخامس. وبالتالي يعني نحن نتحدث عن وجود إرادة دولية، ضغوط دولية على الحكومة الاتحادية للسير قدما نحو حل هذه الإشكاليات. لكن نعلم جيدا مسألة التصريحات الإعلامية شيء، و الواقع على ما موجود على أرض الواقع شيء آخر، باعتبار أن اللجان الفنية تعمل بصورة جدية الآن حول وضع النقاط على الحروف، وخاصة ما حدث في ما يتعلق بوفد وزارة الداخلية تقليم كردستان ووزارة داخلية الحكومة الاتحادية، وخاصة فيما يتعلق بالمطارات والمنافذ الحدودية. بخصوص دور الولايات المتحدة بعد أن أطلع مسؤولون أكراد الكونغرس الأمريكي على تداعيات الأزمة بين بغداد وأربيل، هل ما زالت أمريكا فاعلة في هذه الأزمة؟ يعني بالتأكيد الولايات المتحدة هي الراعية للعملية السياسية الآن، وأيضا الولايات المتحدة هي الداعمة الرئيسية للعراق. العراق لها مديونية خارجية تتمثل ب 133 مليار دولار كتصريحات رسمية. هناك شروط من صندوق النقد الدولي على الحكومة الاتحادية وخاصة فيما يتعلق بالميزانية و كيفية يعني توزيع الميزانية بشكل متوازي يؤدي إلى التنمية المتساوية والمتوازنة بين كافة مناطق العراق من أقليم كردستان إلى البصرة. وهذا بالتأكيد نعلم جيدا الدور الأمريكي فيما يتعلق بوجود غطاء دولي
للاقتصاد العراقي، وهذا الغطاء يتمثل بمدى الدعم الدولي للعراق سواء كان الغطاء الامريكي او الغطاء الاوروبي. كل هذا يعني خلينا نقول انه بالتاكيد الضغوط الدوليه ستؤثر بدرجه كبيره على السياسات العراقيه. دكتور عبد الحكيم، يعني الدور الاقليمي حقيقه دور سلبي سواء كان دور، يعني هناك محاولات تركية للوساطه بين بغداد واربيل، ماذا يمكن لتركيا ان يعني تقدمه؟ اتصور بان الوساطه التركيه هي مبالغه بها باعتبار ان تركيا ايضا لديها اجندات. نعلم جيدا بان هناك حرب عفرين الان، وفي الزياره الاخيره لداود اولو لبغداد كان هناك طلب فيما يتعلق بضرب مواقع حزب العمال الكردستاني في سنجار وسحب قطعات الجيش التركي من بعشيقه، وبالتالي الاتفاقيات الأمنية بين العراق وبين تركيا ربما ستؤثر سلبا على قدرة تركيا للقيام بوساطة بين بغداد وحكومة إقليم كردستان، لأن لتركيا أجندات خاصة، وهذه الأجندات تتمثل بفتح معبر ثاني، وهذا المعبر سيكون تحت سيطرة الحكومة الاتحادية وخاصة في المناطق الحدودية بين إقليم كردستان وكردستان سوريا. هذا هو يعني المطلب التركي الأساسي للحكومة الاتحادية في المستقبل. هاتفيا من أربيل دكتور عبد الحكيم خسرو أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا لك.